عندما أراد الله أن يصطفي نبيه عليه الصلاة والسلام هيأه للنبوة بالتفكر. تريد أن تكون داعية؟ تريد أن يكون الاكتئاب اللي في الجسم يخرج؟ تريد أن تكون متفائلا؟ ارتبط بالله، خفف من إيقاع صراعك مع الخلق، اجتماعات، ذهاب، كلام، جلسات، سوالف، مشاهدات، واتساب، تويتر، فيسبوك، الانترنت شغال. يا أخي متى تخلو بربك؟ القراءة القرآن خلوة، وكلما زادت خلواتك بربك اجتمع عليك قلبك وصار القلب مخبتا منيبا متفكرا. ولن يضيق عبد، ولن يكتئب عبد، ولن يحزن عبد وهو يكثر الخلوة بربه.